تمام، ضغطك كتير منيح. دخلك؟ الدكتورة اللي فاتت اليوم مرته للدكتور نبيل؟ لا لا، شو مرته؟ يعني بدك تقولي هيك مثل صاحبته هيك شي. اها ايه، ويعني بس بصراحة هو ما بيطيقها. ايه ما بيطيقها، يعني هي هيك مأنسعة وشايفة حالها ومجنونة. بس هو مانو قليل كمان، مطلق وعنده بنت وحالته حالة. اتصل بكل الشباب، خليهم يلاقولك هنيك وخبرني شو بيصير معك. يلا بسرعة. سبل لك حبيبي؟ لا. أهلين أبو الفدا. معين، خلي الشباب يطلعوا لبرا. لبرا يا شباب كل. وأنت كمان الحاون. وين لارا؟ والله لا اذبحك واشرب من دمك. والله بعد اذنك جاني اتصال مهم كتير. اسرع جالك. ما بيصير اترك الشميده كله بيتأجل. جابر، ولك بدك تبعت لي جابر يا نوح. لك شايفني ولد صغير قدامك؟ ماشي خلاص، انا مشوار الطريق بكون عندك، مع اني ما راح اقدر اطول. ماشي يلا معك. رجالك يا واطي. نوح، لا تطول انت، راح اشتغل.
وأنا كمان راح أشتغل. عمى وينها؟ شباب اكتبوا له فوتوا الحقني معين. حبيبي بدك هالي صبت لك؟ ما بدي اشرب شي شباب. بدك اعمل لك ايش؟ نسرين يا عادي ساكته يا من ايه؟ امتى طلع؟ في حدا غريب كان معه؟ طيب اسمع لك خليك بارضك وبس يوصلوا الشباب خبرني فورا بسرعه. شو بدي روح استاذ؟ لسه باقي نص ساعه على دوامي. يلا روحي على بيتك هو احسن ما تعوج عتبت الدنيا. يلا استاذ روحي على بيتك بقى خلصي لي. شو ها انا عامل لك؟ روحي على بيتك. يلا يلا لسه بطلع فيني. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايش انت مجنون يا زلمه؟ بدك تبلي مها؟ مها يا رجل؟ حياة الله ما هذا مجنون غيرك. ولك اجدب مين جاب هيك سيره؟ انا رح مرق لها مها كم وثيقه وهي رح تنشرهم، وهي هون دورها بينتهي. ما رح مرق لها شيء من التقال، كله من الخفيف، بس لنستفزوا لهدوليك الجماعه. هون هي بيخلص شغلها على الاخير، ببلش دورها نحن يا استاذ. لك طارق شو صار لك؟ لك انا مستحيل اقبل هيك شيء. صوتك تاني مرة إذا بده يطلع صوتك هيك بدي أقص لك لسانك. ها بعدين ماني عم آخذ رأيك، بدي أعمله رح أعمله. اسمع الموضوع أنا حابكم مزبوط، دور مها رح ينتهي هون. المهم هلأ إنه نحن نلاقي طريقة نوصل لها فيها الوثائق بدون ما تحس على شيء. حاش تطلع فيني هيك، عمل لك الموضوع أنا مرتبه، خليها علي واسترخي. ما زبط أشوف. ميساد اخي قديش بتريد؟ 800. شو 800؟ وين اخذ دي انت على حمص؟ 500 ورا. 800 ورا؟ الله معك. شو هاد ما عاد حدا شوي يا رجل؟ ما عاد قصه. يعطيك العافيه على الميساد اخي. قديش بدك؟ 500 ورا. لا توفي شو 500؟ لك ليش حتى ما توفي اخي 600 ورا؟ ما 500 يا باين اخي. لا اذا بدك تحكي شرقي غروي امشي يلا 500 روح. شوف شيخي
أنا شغلي ببلش من حدودنا بالجنوب، وقت اللي بدها تدخل الحمولة هيك لتوصل لحدودنا بالشرق، وقت اللي بدها تطلع منه. هلا إذا كانت المسألة ما بتأثر على أمن بلدي واستقراره فما في مشكل. حتى ذلك يعني نوعية البضاعة، مصدرها، كيفية الدفع، هيك هيك هيك، هذا كله فينا بحس مع السيد نوح. أنا الممر الآمن فقط. الله يديم عليكم الأمن والاستقرار، وهي نعمة من عند رب العالمين. بالتأكيد شيخنا، بالتأكيد. بس يعني هلا هيك من باب الفضول شيخنا، هي الحمولة كلها هيك لوين بدها تروح؟ هذا نوحة. متفقين وكل شيء تمام ان شاء الله، مع انه السيد نوح ما كان معنا بكل الجلسه. ولو يا مولانا، انا معكم تمام التمام. عسى خير، عسى خير. انا بتسمحوا لي ولازم تبلغوني بالمواعيد، وبالنسبه لك يا اخ ابو النصر، اتعابك بتاخذها مني كامله. يا شيخي خيرك سارق علينا. خير الله وخيركم. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. لحظة شيخي. أهلين يا سيدنا. يا ابني بتوصل الشيخ عبد القادر لمحل ما بده، بتخلي السيارة معه لوقت اللي يصرفها. إيه يلا السلام عليكم. السلام. يا أهلا وسهلا بشيخنا، شرفتوا. وأنا كمان لازم أمشي. صاير شيء أنا لازم أعرفه؟ أكثر من اللي صاير. عقلي أنا لازم أروح هلا، وأي شيء بيصير معي رح أخبرك. لازم. الله معك. يا ابني خلي حدا يراقب منوح وين بيروح وخبروني. إيه؟ أبو الفداء سمير،
شو هذا؟ فوت 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 فوت. شوف لي في حدا لاحقنا؟ على الأغلب ما في. روح دغري على البيت. حاضر. ايه شو صار معكم؟ شو هالحكي؟ على مالك حكيم الله يرضى عليك. هي رصاصة رصاصة. انا رصاصة شطبتك شطب ما في لا رصاصة ولا شيء. مادة. صحيح مو أول مادة بنشرها، بس أنت بتعرف شو يعني استيلاء على حديقة عامة طارق؟ شو قلنا نستولوا على الهايد بارك يعني؟ هي حديقة أصلا. أنت هذا الشاطر فيه، مو شاطر غير بالمسخرة. لك يا حبيبتي والله ماني عم اتمسخر، بس هيك قصة خطيرة يعني، يعني ما عاد فيك تراجعي منها، لوين بدك ترجعي بعدين؟ ومين قال لك بدي أرجع لورقة؟ قل لك شي، لا ترجعي ولا تربي، أنا ما إلي علاقة. معلم مطولين هدول؟ تعالوا كلا يلا. تفضل معلم. هيك هيك شو تسلم. روقي ما اطيبهم، طلعوا خص نص للزلمه من بيته كرمالك. هذا اللي باخذه منك انا. شو بيطلع علينا خال؟ 400 400؟ 400 هلا بالله صاروا 400 هدول؟ 200 كاتي 400. استغفر الله العظيم، شرف. اهلا وسهلا. يسلموا. اهلا وسهلا. يا اللي مجنني يا حكيم إن لا هربت برا البلد ولا لقطة نوح. لك والأضرب من هيك إنه الكل علقوا مع بعض لما هربت. والفداء أنت بعد كل سنين يا رجل ما حلك تتربى؟ شو بدك فيه ده الواطي؟ انسى بقى. انسى؟ ولك إيه انسى؟ وانساني إلي كمان، ما بيكفي اللي صار فيني. ست لارا انا صلي فتره عم حاول شوفك وما عم تزبط. خير شوفي؟ عم تصير تحركات بالمشفى هون غير نظاميه ومشبوهه. كيف يعني؟ يعني عم يخبرني مدير الصيانه انه غرفه العمليات عم تنفتح بعد نص الليل، طبعا بدون اي موعد العمليه، بدون حتى اي حاله اسعافيه مسجله. فيك تشرح لي اكثر؟ ما عم بفهم عليك. أنا بعتقد إنهم عم يعملوا عملية. شو؟ لارا هون.
بس ما اكون قطعت لكم حديثكم. لا ابدا. طيب انا صار موعد عمليتي، بتسمحوا لي؟ تفضل. اذنك معك حكيم. شو ما وجع لك راسك؟ قصص المعده؟ لك لا، جيت لشوفك ما لقيتك، امتعت معه شوي. لك انا ورت المشفى كله. شو بدنا نضيف هيك؟ لا انا رح اطلب واحد قهوه وواحد نسكافيه، صح؟ احسنتي. يعني يا استاذ، هل من المعقول انه اخوه المريض يرفع دعوى ويربحها وانت محامي المستشفى وما وصلك اي خبر ولا حتى تبليغ؟ صدقني هذا اللي صار يا دكتور. بعدين انا شو لي مصلحه براك؟ بس وينك؟ عرفت لك مين المحامي تبعه؟ هذا المحامي حاطط الاصلاب دي كله بجيبته صغيره، فلا تستغرب. شو بدي اقول لك؟ انا بتضرر مثلي مثلك، يعني السيد نوح هلا رح يقوم الدنيا كلها فوق راسي. قلت لي السيد نوح. صحة وشهر بخير. ايه هلا طلع من عندي، صار جاهز. الله معك، مع السلامة. ما في شيء، رضى قوي. لكن ليش موجوعة كتير؟ طبيعي، خففي حركة، عفاية. شكرا. صحي كريستين، انت من وين؟ من هون. قصدي يعني ما شفت حدا زارك او شيء؟ اهلي كلهم برا. ما عندك صحاب؟ دكتورة انا مالي بحاجة حدا، فيكي تطمني. طيب مع فاي برجع وبقول لك، خففي حركة. ها نصيحة. معذرتك. صار شيء؟ ولا شيء. انت كيفك؟ منيح. عن جد شكرا. على شو؟ على كل شيء. ليش لا؟ ليك رح حط هاي صورة البروفايل. ايه هلا الصورة عامل لي اياها مشكلة، حط شو ما بدك بس المهم امن الحساب مزبوط. فهمت، رغم انه قلبي مو مطمن لكل هالقصة. دخيله لقلبك انا شو صاير رادار. هلا فهمني، بدك تبعت الوثائق من هاد اللابتوب؟ ليش شو بتفرق يعني؟ لك كيف شو بتفرق؟ اول شيء لازم نعمل له حمايه مثل الخلق، لازم نغير. ليك ليك حبيبي، هاي الشغله مسؤوليتك انت. طيب ورجيني الملفات اللي بدك تبعتها. الملفات راح ورجيك، وحياه الله راح ورجيك، بس انت خلص بايدك اول. شو
اهلا وسهلا. شايفه الرئيس؟ اهلا وسهلا. تفضلي. هاي ما كنت شلون يعني لهلا ما عرفت مين هنن ومين بعتهم؟ شو نزلوا من السما لحتى يخلصوا لهذا الكلب؟ معلم حتى هوياتنا معهم، يعني ما ضل حدا من الشباب اللي بعرفهم او من الشباب اللي بيشتغلوا معنا الا وفرجيتوا اياهم. ما في نتيجة. ايه شو الفائدة يعني؟ قال جبناك يا عبد المعين لتعين. معلم تسمح لي أقول شيء؟ ولو أنت بتأمر أمر سيدنا شرف. معلم هن شغلتين ما في غيرهم. يا أما القصة مو مباراتنا، يا أما هن نفس الجماعة اللي خطفوا فارس. طالع عندي فورا. لا 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 فورا هلا. ايه طمني كيف حالتي؟ الضربة كانت قوية مشان هيك عم تحس بهيك أعراض، بس لا تقلق حاكتب لك على شوية أدوية وانت تتحسن بعدها. اسمع احكي المزبوط شو حالتي؟ لا تخاف لا تقلق. لو قلت يا حسن ما فرغ المسدس برأسك احكي شو حالتي؟ في تلف شديد بالأعضاء التناسلية. Thank you.
سليم المعلم. خير بابا شو في؟ ما في شيء. يا سيد نوح الضغط طالع عندك. وأهم شيء الراحة. والمنبهات والبشروب لازم يتوقفوا. وضغط الضغط رح نرفعه بس أهم شيء الراحة. إن شاء الله يعطيك العافية. بالإذن منك. وصلوا للدكتور. تفضل دكتور. شوي. وصل دكتور. خليك فهمني شو في؟ وشو كنت عم تعمل لحتى ما جيت على الشركة بكير؟ كنت عم ظبط موضوع بضاعتنا اللي بدرعة اللي فايتة عن طريق الحدود. منيح. وشو صار معك هنيك؟ كل شيء تمام. شلون يعني كل شيء تمام؟ بدي أنا كل شيء بالتفصيل. يعني بدي قوائم بأسماء عناصر الجمرك اللي موجودين مناوبين لما نفوت الحمولة. جماعتنا نفسهم. طيب اتفقت معهم؟ طبعا اتفقت معهم. ولو بابا فهمني فيك شيء؟ وين صرت مباري؟ بابا فيني اعرف ليش هيك عم تسألني كثير؟ لو شو بك عم اطمن عليك؟ انا ابوك. صرت بالبيت لحالك؟ لا مو لحالي. بابا طمني عنك، انت فيك شيء؟ لا ما في شيء، اتركني لحالي. انا بس بدي اطمن عليك. لما بدي موت ببقى بخبرك قبل بوقت. سكر الباب وراك. يا زلمة أنا كتير خايف 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 كتير. لك مشان الله حاجتنا، أنت طلعت كتير خروع على فكرة. لك مو من شاني فهم، مو من شاني، من شان مها. لك كيف وقف شعر جسمك؟ يعني معقول تكون خايف عليها أكثر مني؟ اشتغل. تعرف شو؟ لك لسه معنا وقتها، إذا بتحب تروح تودعها فيك بتلحق يعني. لك حاجة قفلة يا زلمة، حاجة قفلة. لك انت ما راح يمشي حالك لحتى نجدد هالشايات ولف لك سيجاره من البذره الجديده، جايب صنف فوقاني على الاخر. بلكي بتفتح حالك شوي. شو هاد؟ شو بكي؟ لحظة لحظة، في حدا بعت لي شي؟ بتعرف شو عم بيحكوا بالمستشفى؟ عم بيقولوا هي كريستين ابصر شو في وراها. انا برايي
بعد عنا دمان. لحظة، لك شو في بيني وبينها حتى بعد عنا؟ حبيبي شو بس أنا قلت لك في شي بينك وبينها، أنا عم قلك بعد عنا بس. هبة، على فكرة أنت وحدة مريضة كثير. شو بك نبيل، ليش عم تحكي معي؟ هيك مرأة قلت صوتك هلا بخلي كل العالم تطلع علينا. ما تبغزونا يا جماعة، علينا صوتنا. ها؟ خلص شو صرت لك؟ خلص سدد نفسي وما عاد بياكل. شرفي لحتى اروح اشوف ست كريستين. يلا لك يلا قومي.